في مشهد بيني وبين الفنان الكبير العظيم كمال الشناوي، اللي كنت قال لي يا نعيم ابقى وطي صوتك شويه، وقلت له حاضر. الحقيقه انا اندمجت ونسيت، نسيت اوطي صوتي. فقال لي يا نعيم انا مش قلت لك ابقى وطي صوتك عشان يبقى الحوار متساوي مع بعضه؟ قلت له حاضر يا استاذي عظيم حاضر. ورحت قايل بقى بصوت واطي شويه واندمجنا مع بعض وخلصنا الحوار وخلصنا المشهد وتم على خير الحمد لله.